صرفت السلطات الإدارية بمقاطعة التيكان على تدشين مشمع صيدلي وحقل للنباتات الطبية ممول بالشراكة بين جمعية التيكان للصحة ومنظمة مكافحة السل. يأتي تدشين هذا المجمع ضمن سلسلة من المبادرات التنموية دأب أبناء مقاطعة تيكان في المهجر على تنفيذها. الصيدلية الجمعوية في تيكان وحقل النباتات الطبية فيها هي ثمرة جهود التعاون بين جمعية تيكان للصحة وجمعية مكافحة السل أكتيم وجمعية أكيتاين أفريك، وذلك بهدف دعم الساكنة المحلية بمستودع طبي يجمع الأدوية التي يكثر الطلب عليها محليا، خاصة أدوية الملاريا. وإلى جانب ذلك، يشكل هذا المستودع الصيدلي فضاء للتحسيس والتعبئة الصحية حول الأمراض وطرق الوقاية منها والترشيد الزراعي والبيئي. لا شك أن هذا الدعم سيساهم بشكل كبير في تنمية المقاطعة وبالأخص مدينة تيكان، وهو تدخل في مجالين حيويين وأساسيين هما المجال الصحي والمجال الزراعي. كما تزيد هذه الفرصة لنكع ساكنة تيكان توجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية بانطلاقة الحملة الزراعية للسنة في قرية القراير مقاطعة تاخت شكل، واللي أطلب فيها جميع الموريتانيين التوجه في الزراعة من أجل الحصول على اكتفاء ذاتي. عمدة بلدية تيكان السيد سيريكان أشاد بهذه المبادرة وأكد أنها جهد تنموي كبير ينضاف إلى الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لتوفير المتطلبات الضرورية للحياة. القائمون على المبادرة والشركاء الوطنيون والدوليون عبروا عن سعادتهم بحضور هذا الحفل الذي يتوج مسيرة من التعاون الجاد والتنسيق المحكم بين أبناء مقاطعة تيكان وشركائهم لدعم المواطنين في أحد أهم جوانب الحياة ألا وهو الصحة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الصيدلية تنضاف إلى تدخلات تنموية أخرى طالت المجال الزراعي من خلال تمويل مضخات الري لفائدة مزارعي المنطقة.